اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحله مع الكتب. رحله مع الكتب النهارده هتكون حلقه مختلفه تماما. فاحنا النهارده معانا الدكتور نبيل بهجت. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا دكتور نبيل بهجت، استاذ المسرح والدراما في كليه الاداب جامعه حلوان، وهو من مواليد عام 1975، مؤسس فرقه ومضه لعروض الاراجوز وخيال الظل، وخبير في الارشيف القومي للفلكلور، وصدر له عدة كتب منها مسرح أبو السعود الإبياري، أزجال الشيخ يونس القاضي، وده هنتكلم عنه لأن يونس القاضي ده من الشعراء والزجالين المهضومين حقا وفعلا في مصر، مسرح بديع خيري، بديع خيري من مبدعين الكبار في المسرح، والأراجوز المصري. دكتور نبيل، أنت كرست حياتك لفن الأراجوز، وده يستدعي أن احنا نسأل دلوقتي. وانا عارف ان في كتير من المشاهدين، فن الاراجوز دلوقتي اصبح بالنسبه لهم فن غائب، مش موجود تقريبا، ومهدد بالاندثار في السنوات القادمه. لكن لازم نعرف الاول ايه هو فن الاراجوز. هو فن الاراجوز هو فن شعبي مصري قديم، اظنه ضارب في القدم يعني، وهو فن عرايس القفاز الشعبيه، هو المسرح الشعبي، المسرح او المسرح المصري كان بيتجول في الاحياء والقرى والنجوع. واظنه اول مسرح انا شفته، يعني انا دائما ما اقول انا عمر وردي او وردتي ما سلكوا الطريق نحو مسارح ذات العربه الايطاليه، يعني انا عمر ابويا ما قال لي تعالى نروح نشوف مسرحيه في المسرح القومي، لكن اول ما كان بيجي الاراجوز على في الشارع كانوا بيدفعونا عشان نشوفه. وانا عندي فكره في دي ده بقول ان احنا بدانا في بعض البدايات كانت متعثره او انطلقت من ما لدى الاخر، مش من ما نمتلك. فلما المؤسسين الاوائل مثلا لمسرح العرائس هم رواد ولهم انتاج كبير، لكن انا كنت مندهش ليه السؤال انهم راحوا جابوا الخبراء الأجانب عشان يؤسسوا أول أعمال مسرحية موجودة في مصر. أظن كان أول عمل مسرحي أنتجته مسرح العرائس كان في أواخر الخمسينات، كان أظنه كان الشاطر حسن. ليه؟ كان النموذج في التصميم متكئ على الخبراء الغربيين، وكذلك عندما أردنا أن نستعيد أو نصنع المسرح ليه استجلبنا العربة الأوروبية. دائما ما أقول إن العربة الأوروبية صممت عشان تتناسب مع بيئة محددة، اللي هو بيئة البرد الشديد اللي ممكن تجمع الناس في أوقات الشتاء، ده ما تسمحش إن احنا نقدم عرض في الثلج مثلا، دي البيئة الأوروبية والبيئة الإيطالية وغيره. لكن احنا عندنا مسرحنا كان مسرح الساحات، مسرح الأسواق، مسرح الأفق المفتوح. هو ده مسرح انك تجيب عرض تضعه في الشارع فيتحرق الناس حوله، مسرح الموارد. وكان صديقنا الله يرحمه صالح سعد عنده مشروع مسرح السرادق، تمام؟ هو ده احنا رحنا على الاتجاه الخاطئ، عشان حتى الان تلاقي لما تعمل عرض اراجوز وخيرضي تلقائيا تلاقي الناس جات لك، لان هناك شفره جينيه بتربط بين الناس وبين تراثهم. هو الناس تعرف هذا، تعرفوا هذا، توارثته في جيناتها، على عكس مسرح العربه. هو في هتلاقي العلبه اللي هو المبنى المقفول اللي فيه خشبه مصر بالظبط، فيها في 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 مساحه، في انا ما بهدوش ولا بدعو لهجره او نقده، لكن انا بقول انا تفسيري لمثل هذه الظاهره كان كده. انا طوال تقريبا اخر 10 سنوات او اخر 15 سنة بنقدم عرض في بيت السحيمي مجاني، الجمهور كل يوم جمعة الساعة 7، الصالة كلها كاملة، في مقابل ان هناك كثير من بعض المسرحيات الممثلين بيشتروا الدساكر عشان يكملوا 30 ليلة عرض. ايه السبب؟ دي ظاهرة تستحق، ما الذي يدفع الجمهور نحو متابعتك او تركك؟ أظن أن إذا كنت تعبر عنهم أو تأتي منهم أو تأتي من طين الأرض الذي ينتمون إليه، هو ده اللي هيربطك ما بينك وبينهم. عشان كده أنا دايما بقول أن سؤال النهضة في مصر جاءت إجابته عكسية، تمام؟ أننا بدينا مما لدى الآخر،
مش مما لدينا، مش مما نمتلك. يعني حسن فتحي مثلا كنموذج، بغض النظر انت بتفكرني بالتجربة الصينية اليابانية اللي بنت على الموروث الحضاري للصين واليابان وعلى القيم المحلية أكثر مما بنت على فكرة الاستيراد المحض. بالظبط بالظبط، نفس يعني بغض النظر اذا كنا بنتكلم عن الاراجوز في حلقه، لكن خلينا نستدعي نموذج حسن فتحي. حسن فتحي طلب العمارة. في العماره، طلب ان يتم العماره على بمفهوم حديث بس بمواد محليه، وان احنا نستفيد من التجارب الموروثه في التصميم. تمام، لكن النهارده انت عشان تبني، شوف كم المستورد، كم نفقه الاستيراد داخل العقار الواحد، وده ما يحمل الموازنه العامه، وما وفي النهايه هننتج مسطح عمراني غير متناسب معاه. واحنا لما تيجي تشوف الفنون بتاعتنا، انا اظن ان البدايه، ان الاجابه على سؤال النهضه كيف نعود وكيف نقوم مره اخرى، كان سؤال جات اجابته عكسيه. واظن الذي دفعني الى الخوض في هذه التجربه هو كان سؤال بسيط، يعني إلى أين نحن، إحنا رايحين على فين؟ تمام؟ لما جيت أنا من القاهرة في بداية 2000، كان مواكبة تعييني يعني، وجدت إن القاهرة بتخرج من نفسها، كل المحلات الشعبية بتتحول لمحلات تيكاوي، كل المحلات العصائر والمشروبات المعروفة، لا في أسماء غريبة أنت المفروض انك تتعاطى معاها وتعمل معاها. انا جاي من الريف، انا ازاي هعرف الاسماء الغريبه اللي بتقدم في كوفي شوب و والكلام ده؟ انا ما عنديش علاقه داله في دماغي بين لاتيه وبين طعمه مثلا، ما عنديش يعني، انا اعرف شاي قهوه على الاسوس، تمر هندي، الحاجات اللي احنا بنشربها. تمام، انت واخد بالك؟ انسحابا الى ذلك بصيت ان كنت ماشي في شارع طلعت حرب، ووجدت كل دمى عرض الملابس ذات ملامح غربيه، وكان المصريين ليست لهم ملامح يستطيعون ان يعبروا بها عن انفسهم. تمام، سالت ما هو النموذج، وانت عارف صناعه النموذج وطرحه. خلينا بعد الفاصل نسال عن النموذج ومع الدكتور نبيل بكر. دكتور نبيل بهجت، هل الأراجوز منتج مصري أم تركي؟ بص، هو الأراجوز منتج إنساني شعبي، عشان نبقى واضحين. أنا لما تمشي في التاريخ في تتبع الظاهرة الشعبية، صعب أوي تعرف أين بدأت ومتى بدأت وكيف بدأت. لكن هي مش ارتبط الأراجوز في مصر بشخصية أراوش؟ في ارتباط ده، لكن تعالى بص، هل في العروسة دي في العالم ولا لأ؟ العروسه دي موجود شبهها، اللي هي الدمى المتحركه؟ لا، نفس العروسه اللي هو موجود بانش اند جودي، موجود في 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 في, في انجلترا، موجوده في البرازيل، كاسبر موجود في 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 سويسرا والمانيا، فيما يقرب من معظم او عدد كبير من العالم. طب منين جت كلمه اراجوز؟ بص، هو كلمه اراجوز، انا الكلمه دي استوقفتني كتير في البحث عنها، فهي ممكن تبقى من المترادفة الشعبية أو الكلمة الشعبية أرى جوز، أرى اتنين، أرى يعني يرى، جوز اللي هم اتنين. تمام، لما تجمعهم في كلمة واحدة تبقى أرى جوز. أرى جوز، في حد بيعيدها لكلمة فرعونية إن هي صانع الحكايات. تمام، هتلاقي فيه تشابه بين أرأوش وأرى جوز. طب ازاي جاي الربط ما بين، لازم نشرح للجمهور، بهاء الدين قراوش اللي هو كان وزير صلاح الدين الايوبي، اللي كان الحاكم الفعلي لمصر في حاله غياب صلاح الدين الايوبي عن مصر في بلاد الشام او في الحروب، هو اللي بنى قلعه صلاح الدين، وكان رجل دوله قاسي جدا وشاد وحازم، فبالتالي لماذا ارتبط القراجوز بقراقوش؟ هو بهاء الدين ابن مماته عمل كتاب اسمه الفشوش في حكم قراقوش والسخريه. أسعد بن مماتة، أنا آسف. الفشوش في حكم قراقوش. كان كله سخرية من أراوش. كان في زي نكت صغيرة كده. نكت صغيرة. نوادر. نوادر أو. كانوا يسموها نوادر. بالظبط. في اتنين تلاتة منهم نفس استخدمهم لاعبي أراجوز في تنفيذ النمر بتاعته. تمام.
القرب في الصوت ما بين أرقوش وما بين أراجوز. أنا أميل إلى إن أراجوز يكون سخرية من شخصية بهاء الدين قرقوش، لسببين. السبب إن القرب في اللفظ ما بين أراجوز وأرقوش. السبب الثاني إن المادة اللي كتبها الأسعد بن مماتة هي نفسها فيها نادرة أو اتنين تقريبا اعتمد عليهم لاعب الأراجوز في النمر المتوارثة لينا حتى الآن. أظن جه الربط مننا، لكن خلينا نبص على بعد آخر. إيه علاقة العرائس بالمصريين؟ هل علاقة العرائس بحياتهم اليومية خلينا النفسية؟ الأول ناخد فقرة بسيطة كده، لأن حضرتك بتقوله ده مهم. إيه علاقة الأراجوز بالمصريين؟ نقطع بفقرة كده لشكوكو ماشي ونرجع تاني. يا ولادي يا ولاد يا ولاد الزواج، اتفرجوا على حتى بتكات الأراجوز. يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام أبو الحظوظ ده المتكلم الأراجوز اللوز اللوز الأراجوز الأراجوز. يا سلام يا سلام سلم. طب قبل ما نعرف علاقة الكلام ده، لماذا شكوكو انتشر وزاع معه فن الأراجوز في مصر؟ هو شكوكو استخدم ميديا مختلفة. شكوكو أرجز نفسه واستفاد من الأراجوز. يعني مش الأراجوز اللي استفاد من شكوكو، واتنين استفادوا من بعض. بس هو الأراجوز كان موجود في الشارع أصلا، يعني الأراجوز كان موجود في الشارع أيام شكوكو بقوة يعني. بس مش لدرجة إن الدومي على هيئة شكوكو. صنع على هيئة شكوكو مش أراجوز يعني. صنع على هيئة شكوكو كان شكوكو مش كان أراجوز. كان شكوكو اللي هو رمز الأراجوز. لا، شكوكو هو رمز شكوكو. يعني شكوكو هو رمز شكوكو في حد ذاته، مش رمز. اللي استفاد من الأراجوز، من شخصية الأراجوز، كان شكوكو. بدليل تاني إن اللي استمر في الذهنية الشعبية مش الأراجوز شكوكو. لو العكس سليم كان اللي استمر في الذهنية الشعبية الأراجوز. بس كلاهما أفاد بعضه البعض. أكيد يعني، أكيد كلاهما أفاد بعضه البعض بشكل كبير جدا يعني. لكن كمان الأراجوز قدم نمر شعبية متوارثة. شكوكو قدم نمر شعبية متوارثة، سمعت له نمرتين أو ثلاثة زي ما هو. واظنه يعني هو دخله في اكتر من 3 4 افلام في فيلم محمد فوزي و و و و و و و ففي فاعتمد عليه بشكل. هو نجاح شكوكو انه دخل الاراجوز في السينما لاول مره. هو ممكن، وممكن ان هو ساب لنا بعض المحفوظات القديمه، يعني بعض الشكل القديم للاراجوز اللي احنا ما كناش بدون شكوكو كنا هنلاقيه من غيره، واخد بالك؟ طيب خلينا بعد الفاصل نرجع ونواصل مع الدكتور نبيل بهجت في هذا الموضوع الشيق. فنان الأراجوز وهو بيلعب بالدمى بتاعته، احنا بنرى دائما شخصيتين غالبا يعني، واكتر ممكن 3 أو 4. طيب الفنان ده ازاي بيبقى عنده القدرة على جذب الجمهور لهذه المسرحة للحياة؟ بص، هو اولا اللي بيختار انه حياته تتشكل من اطار هذه اللعبة هو شخص غير عادي مبدئيا يعني خلينا. وعنده مقومات مختلفة يعني. هو عارف موسيقى، سواء كان بشكل شعبي يعني يعرف المقامات الموسيقية على اختلافها. يعني فنان الأرجوز لابد أن يعرف المقامات الموسيقية دي أول حاجة. بيعرف إمتى ينشز وإمتى يركز على مقام وإمتى يطلع من مقام، لأن هو بيغني. لأن هو عنده في العرض بتاعه في النمر بيوديها 3 4 أغاني.
انت واخد بالك. الامر الثاني ان هو سريع البديهه بشكل غير عادي. يعني انا من معاشرتي ليهم يقرب من يزيد قرابة 20 سنه الان، لا هو لا يهزم في في في, في الاخذ والعطاء في الكلام، يعني هو سريع وحاضر الذهن تمام. لكن العرض بتاع الأرجوز بيؤسس على ايه؟ العرض بتاع الأرجوز بيؤسس على مفهوم بسيط جدا في الفكاهة، وهو التداخل ما بين الانسان، ما بين الادمي والمادي تمام. الادمي اللي بيمثل في المراري ده اللي بيقف جنب الأرجوز وبيكون عليه مسؤوليه ايقاع اللي هو الموسيقى سواء كان بالطبله او بالطرمبيطه. الامر الثاني انشاء الحوار مع الأرجوز. الامر الثالث حث الجمهور على اصدار استجابات، لان عرض الأرجوز هو عرض مؤسس في الاساس على مشاركه الجمهور. ده عكس المسرح الغربي. هو بعد كده ده عكس المسرح الكلاسيكي في الغرب اللي هو استبعاد الجمهور وبناء حائط رابع. عرض الأرجوز منذ البدايه ومؤسس على الأرض. يعني فكره التفاعليه ما بين الجمهور والمسرح او دي فكره حديثه كمان مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع الميديا ومش عارف ايه اللي عملها بريخت في المسرح. اللي هو لكن لا، هو الأرجوز يسبقه يعني بكثير. فن المسرح في الأرجوز، فن مسرح الأرجوز هو فن تفاعلي سبق المسرح بكثير جدا في التفاعل ما بين الاداء المسرحي والجمهور. بالظبط تمام. الامر الثاني ان المراري اذا ده فن غير مقدر عندنا. ايوه ده حقيقي وغير مستفاد منه اقتصاديا على الاطلاق، يعني غير مستفاد منه اقتصاديا بالمره. يعني انا لما بدات في 2003 ما كانش في مقطع على الانترنت، ما كانش في صوره، ما كانش في توثيق على ده. فانا خدت عملت اول مرحله كان مرحله بناء الارشيف، جمع اللاعبين، واللاعبين كانوا دكتور نبيل بهجت تبنى الأرجوز واصبح حياته كلها فهو وثق الأرجوز المصري وبدا يعمل على احيائه مره ثانيه في مصر. بص انا كان فكره الاحياء بتاعتي تم في البدايه بناء الارشيف، ولا استطيع ان اخبرك التعامل مع اللاعبين في الاول كم من المعاناه اللي انا لقيتها لعدم شعورهم بالمصداقيه عندي، لان كل الباحثين اللي بيجوا لان ده فن ترك للشارع، ترك للشارع ومفيش مصداقيه في من تعاملوا معهم من قبل. مفيش كان خطه او حد خده كمشروع حياتي. فانا كنت في البدايه بنيت فكره الارشيف. الامر الثاني اخراج هذه الاسرار وبناء كوادر جديده من الشباب، يعني بناء كوادر جديده من الشباب. الامر الثالث هو دمجه في حاله اقتصاديه ما على يعني وان يبقى في اماكن عروض ليه بشكل مستمر وثابت، وان اللاعبين دول بيدخلوهم دخول، وان الشباب بيلاقوا فيه استفاده ماديه مما يحدث. الامر الاخير بالنسبه لي طباعه الكتب ونشر ووضعه في مؤتمرات علميه. دكتور نبيل اصدر كتاب اسمه الأرجوز المصري عن المجلس الاعلى للثقافه، وده كتاب تجميعي وتوثيقي مهم جدا ويعتبر ابرز ما صدر باللغه العربيه في هذا المجال. يعني اظن ذلك، يعني الحمد لله. يعني هو وأفضل اول انا رايي أول انه افضل كتاب صدر عن الأرجوز وفنه عن المجلس الاعلى للثقافه، كتاب ضخم في حوالي 600 صفحه. فهو فكره ازاي نعيد فن الأرجوز الحياه خدت اكتر من مرحله بناء الارشيف، واحنا الارشيفات العربيه والشعبيه مهلهله. يعني هذه امه تعاني من ثقب في الذاكره، ده ما اراه. يعني الامر الثاني اللي هو خلق التكريم وجمع الكنوز البشريه حملت هذا الموروث الشعبي تمام. والحمد لله قدرنا نخلي اكثر من مؤسسه كبيره تعترف وتكرم عم صابر. الامر الثالث خلق جيل جديد من اللاعبين، وضع الأرجوز في ملفاته في المحافل الدوليه اليونسكو وهنا لوضعه على قائمه التراث العالمي، وده تم فعلا. وفي انتظار مناقشته المناقشه الاخيره في نوفمبر ده ان هو يبقى على قائمه الصمت. هل يعني ده معناه ان دكتور نبيل بهجت بيطرح ضروره ان تدفع الدوله المصريه دفعا لتسجيل الأرجوز كفن مصري على قائمه التراث العالمي الغير مادي؟ انا بقول المفروض ده يحصل. انا دائما عندي 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 سؤال، ما هو النموذج المطروح على الناس وعلى الشعب؟ النموذج المطروح على الاطفال انهم من يشوفوا مين فيه من خياله مصريتهم. يعني يم 7000 سنه اللي فاتوا دول احنا نستدعي نماذج سبايدر مان
ونماذج النماذج الغربية الموجهة للأطفال على شكلة سبايدر مان والنينجا تيرتل وخلافه وخلافه وخلافه. هل إحنا أمة مع إن العرجوز بشكله وتكوينه يرسخ الهوية الوطنية بالضبط، هل إحنا نحن أمة نضبط من إن هي استعادت وتوظيف تراثها مرة أخرى؟ وأنا لا أدعو للوقوف في التراث فحسب، يعني أنا ما بقولش نقف في مرحلة التراث ونرجع إلى الماضي ونترك ما هو حديثي، نترك لحظة الحداثة اللي احنا عايشينها، لا، إن احنا نقف بقدم في التراث والأخرى في الواقع. يعني سؤال النهضة، إزاي نقوم مرة تانية يا جماعة؟ هنقوم مرة تانية لو احنا اتكأنا على ما لدينا، مش ما لدى الآخر، لو اتكأنا على ما لدى الآخر. من حيث الموروث الثقافي. من حيث الموروث الثقافي. لكن الموروث العلمي احنا محتاجين الآخر. ده أكيد، أنت أكيد يعني. لكن من حيث الموروث الثقافي انت تتكئ على ما لديك في البدايه. الموروث الثقافي والموروث الحياتي، يعني احنا ليه نبني بالطريقه العماره الحديثه دي؟ احنا ليه نلبس بالطريقه الحديثه دي؟ عشان خلينا نترك المشاهد في نهايه هذه الحلقه مع فقره من فقرات الاراجوز اللي ما عادش بيشوفها على الشاشه. تمام. لان جزء من هذه الحلقه هو فكره ان نجعل المشاهد يستدعي هذا الفن مره اخرى. لكن انا شايف إن أهم ما نترك المشاهد عليه في النهاية كيف يستطيع أن يحول التراث الشعبي لتجربة اقتصادية. خلينا في حلقة أخرى نتحدث في هذا الموضوع، لكن أنا عايز المشاهد نستعيد معاه فن الأراجوز ونستمتع به. شكرا دكتور نبيل بهجت. الآن الجمهور هيكون في هذه الحلقة، في نهاية هذه الحلقة، مع فقرة من فقرات الأراجوز. بس يا هلا انا شفياك يا الواد هناك عند الباب اللي انا هجيبه لشفياك يا ابو جبريل حمر مربوط. ايه مالك؟ سيب ركبك. انا بقول لك مش وشي، بس خلي بالك. Come.